هذا الاعتقال رقم 13، مكث في السجن 5 أيام. تم جري في الطريق، طيلة الطريق 6 رجال مخابرات كانوا يعني بيشتموا بألفاظ نابية، كانوا بيدفعوني بإجريهم، بيدفعوني بإيديهم، لحد ما وصلوني لغرفة المسكوبية غرف رقم 4. هناك وضعوني تقريبا 2 ساعة قبل التحقيق، وأنا وجهي على الحيطة كل الوقت، وهم عم بيغلطوا علي، وهم عم بيتمسخروا، وهم عم بيضحكوا، وهم عمالهم عم بيحاولوا يعني يستفزوني بكل الطرق. وضع لي فورا الحديد بإيدي وإجري وقال لي انت الان موقوفة، ونقلوني تقريبا بعد يعني من بعد 2:30 للساعة 8، وانا في غرفة انتظار، في زنزانة انتظار. هي زنزانة يعني ما فيها شباك، ما فيها هواء نظيف، فيها صراصير، ما في ماء، ما في أكل. يعني تقريبا يمكن على الساعة 7 بالليل جابوا لي قطعة من الخبز وعلبة صغيرة مربى هيك. تطلب ماء منهم يعملوا حالهم أنا مش فاهمين عليكي. دخلت على الغرفة ذهلت من رائحة النتنة اللي هي بأمطار، يعني بتشميها قبل انك توصل الى الزنزانة. وضعوني في زنزانة عزل انفرادي، يعني زنزانة يعني لدون البشر، يعني انهم يمكثوا فيها يعني لايام. ما فيها ماء، ما فيها ماء للوضوء، ما فيها ماء لاستخدام المرحاض، نتنة جدا، وسخة. حتى الفراش اللي بتنامي عليه هو عبارة عن فراش مبلول، فرشة رفيعة جدا، حتى الحرام اللي ممكن انك بدك تتغطي فيه هو مبلول ومتعمد انه يكون مبلول. 4 أيام انا كنت ما اعرف الليل من النهار. طبعا الزنزانة معتمة، ما فيها شبابيك تشوف الدنيا اذا صارت ليل او اذا صارت نهار. كنت اقدر تقدير اوقات الصلاة. اللي انا وحدتي في كل هذه الاوقات مصحفي، هو الشيء اللي انا طلبته وسمحوا لي اني اخده. لما اعتقلوني في المسكوبية اخذوا طبعا شنطتي وفلوسي وموبايلي وكل شيء، فقلت له بس اسمحوا لي اني اخذ مصحفي معي. طبعا فتشوه ومزعوه حتى علشان يفتشوه من جوا، يعني بلاش اكون مخبيه شيء فيه. هو اللي انس وحدتي في هذه الايام. تهمة بالاساس هي الاشتباه باني اتبع تنظيم محظور، وباني اشتركت في مواجهات ومشاغبات غير قانونيه، وباني انوي او اخطط تنفيذ عمليات اجراميه. في يوم ما اعتقلت فيه تم اقتحام بيتي، تم تفتيش بيتي من الساعة 2:30 العصر للساعة 8 بالليل، تفتيش كل محتويات البيت، تخريب، تكسير، حتى انهم يعني سيارتي فتشوها كاملة، ما ابقوا اشي، ما ابقوا صغيرة ولا كبيرة الا فتشوا فيها، لا علبة ولا حتى عذرا المرحاض، دخلوا فتشوا في سلة القمامة، في كل شيء ممكن، حتى علب الصابون، علب البهارات. يعني ما تتخيلوش قديش دقة التفتيش اللي كانت. وبالاخير خرجوا على السيارة فتشوا، كسروا غرفة ماما لأنها كانت جديدة، كسروا الرفوف وقاموا كل الأواعي وقاموا كل الجوارير، نكشوهم على التخت وحتى بالرز فقدوا. أنا كتير بشتاق لماما، وهي بالسجن بتمهم ياخدوها لأنها بتدافع عن الأقصى لأنها بتحبه، والأقصى رح يرجع إلنا. عندي 4 أولاد، عندي بنتي الكبرى عمرها 17 سنة، عندي ابني محمود 16 سنة، وأحمد 11 سنة، وحمزة الأصغرهم 8 سنوات. كل يوم يعني هم من مين بده يجهز لهم أغراضهم، مين بده يفيقهم على المدرسة، مين بده يرتب لهم أمورهم، وخاصة أصغرهم حمزة. لما رأى أني اعتقلت وبنفس الوقت تم تدمير بيتي، وتعمدوا أنهم يدمروا غرفة نومي، يعني تعمدوا أن يخربوا كل شيء في غرفة نومي، بكى، خاف، بال على نفسه من شدة الخوف، من هول ما رأى من وحشية يعني مخابرات الاحتلال عندما جاءت للبيت. أكيد يؤثر ذلك سلباً عليهم، أكيد يؤثر، حتى إنهم هم من يعني يشدوا على إيدي إنه ماما ليش هيك عم بيعملوا في كلامك، بتحب المسجد الأقصى، يعني وإحنا رح نحب المسجد الأقصى لو شو ما رح يعملوا. بالنهاية طبعا قرار الإفراج عني كان بشرط دفع كفالة مالية بقيمة 2000 شيكل، التوقيع على غرامة أو على كفالة 5000 شيكل. هذه السنة الثانية على التوالي التي أمنع فيها من دخول المسجد الأقصى في شهر رمضان، أمنع من صلاة التراويح، أمنع من صلاة العيد أنا وأولادي، أمنع من للسنة الثالثة على التوالي، أمنع من صلاة العيد أنا وأولادي.
يعني في السنوات اللي قبل ذلك كنت أقف على باب الأصباط أنا وأولادي ونصلي صلاة العيد عند باب الأصباط، على الأقل أشارك أولادي فرحة العيد. هذه السنة أمنع في شهر رمضان وأمنع في العيد، يعني أشد الظلم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. طبعاً لو أبعدوني عن الأبواب المسجد الأقصى ولو أبعدوني عن البلدة القديمة، سأقف على سور القدس وسأقف على أبواب البلدة القديمة.